الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال وحيد علي كبيروفا الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية إن الشركة قد تقلص حصتها في مشروع غرب القرن النفطي العراقي، مشيرا إلى أن الحكومة في العراق تحول دون ذلك حاليا. من جهته قال رئيس الشركة فاجيت ألي كبيروف إن الشركة أخطرت العراق ببيع جزء من حصتها، لكن وزارة النفط العراقية رفضت. وكان وزير النفط حسين عبد الجبار قال الشهر الماضي إن لوك أويل أرسلت إخطارا رسميا برغبتها في بيع حصتها بالحقل إلى شركات صينية، لكنه قال لاحقا إن الشركة ترغب في البقاء بالعراق. يذكر أن شركة لوك أويل الروسية تمتلك 75% من مشروع غرب القرن 2 وشركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة بنسبة 25%. كشف مستشار رئيس الحكومة في العراق مظهر صالح عن أن الصين تهيمن على 44% من صادرات النفط العراقي، وأشار صالح إلى أن جزءا من تلك الصادرات هي مستحقات عقود الخدمة النفطية للشركات الصينية العاملة في العراق، يضاف إليها 100,000 برميل يوميا تودع في الحساب المصرفي المخصص لتنفيذ مشاريع اتفاق التعاون الذي أصبح نافذ المفعول الشهر الماضي. حملت لجنة التربية النيابية وزارتي المالية والتربية مسؤولية تأخير صرف رواتب المحاضرين المجانيين الذين يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم. وقال مقرر اللجنة النائب هوشيار كارداغ إن التلكؤ الحاصل في صرف مستحقات المحاضرين على الرغم من قرار الموازنة تتحمله وزارتا المالية والتربية، مؤكدا أنه لا مفر من صرف مستحقاتهم بشكل سريع. أكدت مصادر صحفية أن عدداً من الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان تتجه للإقفال والإغلاق الغرف والطلب من نزلائها المغادرة نتيجة نفاذ مادة المازوت لديها مضطرها لإطفاء مولداتها. من جهته صرح نقيب الفنادق السياحية في لبنان بيار الأشقر أن بعض الفنادق بدأت تعاني من شح في مادة المازوت، وأن حالة الفنادق لم تعد أفضل من حالة المستشفيات وبقية المؤسسات في لبنان. وبينما لا تزال أبرز فنادق العاصمة بيروت مقفلة بسبب أعمال التصليح في محيط المرفأ منذ وقوع الانفجار في الرابع من آب، ومنها الفورسيزون والفينيسيا ولوغري، هناك خوف من إقفال الفنادق العاملة الأخرى في مناطق مختلفة من لبنان بسبب عدم توفر مادة المازوت. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الاقتصاد السوري وصل إلى حالة من الخراب الكبير، خاصة مع استمرار وجود بشار الأسد في منصبه منذ لسبع سنوات أخرى. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصين تحاول استغلال الأوضاع المتردية التي تمر بها سوريا لصالحها، مشيرة إلى أن دور الصين الحالي البارز في سوريا مستوحى مباشرة من قواعد اللعبة التي تمارسها في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وكذلك في آسيا وأفريقيا، والتي تقوم على استثمارات استثنائية في مقابل إيجاد فرص عمل محلية وغطاء عالمي. اتجهت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة لأول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. واستقر الذهب في معاملات الفورية عند 1807 دولارات للأونصة، ليسجل الذهب تراجعا بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع. كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب سعرا عند 1806 دولارات، ويتحرك سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسة أخرى، ويتجه للارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. ختام الموجز، إلى اللقاء.